صلاح امل غريس دائما كره خطيره من هناك الجهه اليمنى توزيع ممتازه دائما كره صلاح امل غريس ممتازه هذه الكره جدار الدفاع متكون من لاعبين فقط من جانب امل غريس بن حمو ممتازه من هناك باليسرى هيلو يا لها من كره ويا لها من فرصه من بن حمو ترجع الكره لصالح امل غريس او هجوم عكس لصالح السريع المحمديه من هناك ممتازه هيلو لصالح السريع ممتازه من هناك هذه الكره كره لصالح سريع المحمديه عنده الكره دائما لصالح السريع كرة من هناك في منطقة العملية ممتازة تسديد الهدف والهدف الأول لسريع المحمدية الهدف الأول لصالح سريع المحمدية هدف ممتاز رائع 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 من هداف الفريق هداف الفريق محمد أو الماحي بن حمبو هذه الكرة ممتازة هذه الكرة من الماحي ممتازة بينية ما فيش وضعية تسلل على الحكم ما فيش وضعية تسلل هيلة ممتازة مازال الخطر دائما الكرة ما خرجت شو أطرع ركنية مخالفة ستكون يسارية داخلة ممتازة من بن حمبو هيلة ممتازة من بن حمبو والحارس كاد يكون الهدف الثاني وتمريره بينيه من هناك ممتازه ما فيش وضعيه تسلل هيلو فرصه اخرى تضيع وفرصه اخرى تضيع على سريع المحمديه كره اخرى تضيع على سريع المحمديه من هاشمي انطلق في هجوم معاكس من هناك نحو الجهه اليمنى الانطلاقه لصالح امل الغريس دائما عنده كره توزيعه من هناك ممتازه دائما الخطر يبقى الخطر لصالح امل الغريس ممتازه التسديده ولكن الدفاع يدخل وفعلا في هذه اللحظه يعلن الحكم بكوسة عن نهايه ديربي معسكري مثير جدا.